اليوم راح نتابع بالاكتويترز، راح نبدا نحكي عن الستيبر موتور. قبل ما ابدا بالستيبر موتور بس راح احكي عن شويه اساسيات في المحركات. المحركات عاده الماونتنج تبعها لازم يكون فلانج ماونتنج. هاي اسمها فلانج ماونتنج. فلانج ماونتنج يعني اذا بتطلع هون في عندي فلانج وفيها فتحات ثقوب. لما باجي بركب المحرك، اذا بدي اركب المحرك مثلا على جير بوكس او على شيء ثاني يعمل له درايفنج، راح استفيد من الفتحات الموجوده هون. راح اعمل ثريدنج على الجهه الثانيه، بعدين راح اثبت المحرك عن طريق الفلانج تبعته، فهذا بنسميه فلانج ماونتد موتور. في حين تثبيت صح؟ هلا في اربعه تثبيت، هلا في مجموعه منهم لونج هول. هلا ما بعرف اذا اللونج هول بيساعدك عشان انك تعمل ادجستمنت ولا هم مش للتثبيت، ما بعرف. انت بتسال اربعه في اربعه وفي اربعه. في اربعه هذول واحد اثنين ثلاثه اربعه هولز عاديه. في هدول لونج هول، لونج هول بنسميه مطول بكون، بسمح لك انك تعمل ادجستمنت. هلا ما بعرف اذا الهدف منهم انك تعمل ادجستمنت على اربعه طويلين وبعدين تسمح له انه تلفه شوي. مرات بتحتاج انك تلف هذا لسبب معين. هلا بالضبط ما بعرف هدول الثمانيه كيف بيختلفوا عن بعض او ايش الهدف منهم، بس ممكن يكون اربعه بس للتثبيت او الاربعه التاليين للتثبيت. اوكي، اذا هذا اسمه فلانج ماونتنج. النوع الثاني اللي شائع اللي هو الفوت ماونتنج. عادة لو المحرك حجمه يكبر ويصير وزنه اتقل بقدرش اضل اثبته من الفلانج ماونت، بصير له تثبيت فوت ماونتنج، فهذا بنسميه فوت ماونتنج، بتثبت من هون. لاحظوا ما في شيء هون فلانج، فالشافت هذا راح ينقل من الشافت هون، راح ينقل التورك للشيء الثاني عن طريق الشافت هذا اللي موجود هون، راح يتثبت هذا فوت ماونتنج والشيء الثاني راح يتثبت فوت ماونتنج، في حين في حاله الفلانج ماونتنج راح يكون هو مرتبط بالجسم الاصلي اللي هو مشبوك عليه. اذا هذول الطريقتين المتعارف عليهم فلانج ماونتنج او فوت ماونتنج. الشيء الثاني راح تحكي عنه بتشوفوه في المحركات كثير في الاكتويترز، بدك تاخذ اوتبوت تورك من المحرك او من الاكتويتر، لازم يكون في عندي طريقه معينه انقل التورك. من اشهر الطرق اكثر الطرق شيوعا هي الكي. فهذا عندي هذا المحرك، هذا المحرك مشبوك مع الروتر تبع هذا الشافت مشبوك مع الروتر. هاي الشافت، وعندي في داخل الشافت في شيء اسمه كي سيت. سيت يعني معناه سيت مقعد. فعندي هون في سيت حتى يقعد الكي فيه، الكي معناها مفتاح، بس بالحاله هاي طبعا معناها القطعه اللي هي راح تمنع، راح تنقل الحركه، راح تنتقل الحركه او التورك راح ينتقل من الشافت هذا اذا في عندي هاب او ويل او شيء مركب على هذا الشافت. وهذا بين بشكل اوضح هون، اذا بتشوفوه هون راح تشوفوا هي التيرمينولوجي او النومنكليتشر شو بنسميهم بالضبط. راح يكون عندي الشافت عاده في بداخله الكي سيت، هي السيت، السيت اللي راح احط فيه الشافت. فالشافت هذا راح يقعد فيه السيت اللي موجود هون، هي الشافت اللي هو جاي من المحرك. والويل اللي راح انقل عليها اللي بدنا مثلا ممكن تكون بولي، ممكن تكون جير، جزء من جير، فيها فرزه مقابله من هون، وبعدين عندي هي الكي من هون. هذا ميزته انه ما بحتاج قوه هائله لما بدفش هذا الشافت. اذا بدي ادفش هذه الهب او هذا الويل، اذا هذا اسمه كي واي، هي الكي واي، هي الكي سيت، وهي الكي، وهذا راح انقله. هذا بسمح لي اني انقل التورك، ما بعتمد على الفريكشن، ما بعتمد على الفريكشن ما بين التنين. اذا هذه احد الطرق، احد الطرق اني استعمل كي. في طرق ثانيه طبعا، الطريقه الثانيه اللي موجوده شائعه اني استخدم فلات. فلات اللي هي هاي من هون، الفلات اللي موجوده هون، شايفين قطعة هذه من هون، شكل هذا راح يكون دائري هون بس في هون فلات. وراح اعمل الشافت الثاني اللي بدي اقول له هذا راح يكون ياخذ، طبعا هاي ما تتحملش تورك زي الكي. اللي شائع اكثر بكثير هو الكي. المحركات الكبيره راح استعمل فيها كي. ممكن بعض المحركات الصغيره اذا بتشتري محرك صغير راح تلاقي فيه، زي مثلا يمكن تلاقي سيرفو موتور مثلا او سمول دي سي موتورز، الكي راح يكون هذا هون، هو عباره عن فلات، ما في كي فلات. وبدك طبعا تعمل ماشينينج القطعه الثانيه، بدك تركبها بدون عمل لها ماشين بحيث انها تكون بالضبط هاي. طبعا لما بدي ادفشها ما بدها تكون رخوة. بده يكون فيها يعني بده يكون فيها هذا بحيث انها تمسك عليها بشكل جيد. النوع الثالث طبعا نستخدم جيرنج، استخدم تيث. فممكن يكون تيث مثلا زي هذا الشكل، تيث عادية. وطبعا بدها تكون القطعة الثانية اللي بدها تركب عليها بده يكون فيها نفس التيث اللي موجود هون بدها تركب عليهم. واحيانا تكون على شكل هيليكال، يعني التيث بتكون هيليكال. شايفين هون هاي؟ صح، هذا انت ما
بعرفش هذه اذا كانها ممكن لعبة صغيرة ممكن ما بعرف ما هذه هون حتى هذا كأنه هو يا اما دي سي موتور يا اما يونيفرسال موتور لأنه دي سي موتور لأنه هاي الكوميتيترز شايفين الكوميتيترز الموجودين هون وهي الروتور اللي موجود فيه هاي هلا منهم بكونوا اللي جابوا فيه الطالب اللي جاب الصاروخ من ايوه هذا يونيفرسال هو دي سي موتور بس بيشتغل على اي سي لأنه سيريز كونكتد الطريقة الثالثة اللي مش موجودة هون اسمها انترفيرنس فيت انه بعتمد على فريكشن فبسخن الويل بسخنها مظبوط لحد ما تتمدد بتكون هي اصلا مصممة بحيث انها تمسك يا دوب تمسك على هذا يعني بكون بسخنها بتفشها على الشافت وبتركها تبرد بس صعب تمام هذا اسمه انترفيرنس فيت لكن اللي شائع جدا هو احسن يعني الطريقة الافضل هي اني استعمل كي وكي سيت وكي ولد